بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التثنية، هنبدأ إصحاح 18. كل سنة وانتم طيبين عشان عيد الرسل. آخر جزء من إصحاح 17 كان بيكلمنا عن لو الشعب حب يختار ملك، وواضح انها مش إرادة الله، لكن بسابق علمه عارف ان الناس هتعمل كده، وده حصل وقت صمويل النبي بعد موسى بحوالي 450 سنة. فهنا قال لهم الملك ده لازم يكون من وسطيكم، وخلي بالكم لازم يرتبط بالشريعة وما يستغلش حكاية الملك في انه يتجوز ستات يزغن قلبه عن عبادة الله، وما يستغلش ملكه في انه يختاني على حساب الشعب. كل الاخطاء دي وقعوا فيها الملوك بعد كده، يعني اللي قاله موسى النبي في التثنية 17 ده بالضبط اللي هم كسروه. يمكن داود الوحيد اللي التزم بشكل ما، بقية الملوك ما عملوش كده. وبعدين الملك أول ما يقعد، ودي حاجة مفيدة جدا قلنا عليها المرة اللي فاتت، أول ما يقعد على الكرسي يكتب الشريعة بإيده. طب ما هي مكتوبة، لا لازم يكتبها بإيده، وبعدين يفضل يقرأ فيها طول ما هو عايش كملك. ودي رسالة لكل الخدام، يعني ممكن ناخد منها تدريب. يوم ما تبتدي خدمة روح اكتب الموعظة على الجبل بإيدك، متى 5 و6 و7، وتفضل قدام عينك كل شوية ترجعها. مش ده الكلام اللي ربنا عاوزه مننا؟ يعني مش هنكتب التثنية كلها، طب نكتب 3 إصحاحات، متى 5 و6 و7 على الأقل. وبعدين يقول لألا يرتفع قلبه على إخوته، يعني لو ما التزمش بالشريعة وحط الشريعة قدام عينه قلبه سيرتفع. تعبير يرتفع ده كان موجود في الكتاب كتير. ليه؟ مثلا القديس بولس يقول لنا ايه؟ لألا ارتفع من فرط الاعلانات واعطيت شوكة في الجسد. يعني ايه واحد يرتفع؟ يعني الواحد يتغش في روحه، او الواحد يتهيأ له انه هو يعني وصل لحاجة محدش هيوصل لها. فطبعا اي واحد ملك هيلاقي اكرام واحترام بزيادة، ممكن يتلخبط. فعشان ما يرتفعش ايه اللي يظبطه؟ كلمة ربنا. يبقى خليكوا فاكرين دايما اللي يبطل يقرأ في الانجيل يقولك ده انا احسن من غيري. احسن من غيرك بانهي مقياس؟ روح ذاكر الانجيل هتلاقي نفسك مقصر. انما طول ما انت بتقارن نفسك بالناس انت بتضحك على نفسك. اول ما بتقرأ كلام ربنا فين احنا من القداسة ومن المحبة الكاملة ونقاوة القلب؟ ولسه بدري. فهنا أول ما نبعد عن الشريعة أو كلام ربنا يحصل الحركة دي. وكمان لما ربنا يشتغل مع واحد يبارك لواحد، زي القديس بولس قال لألا ارتفع من فرط الإعلانات. القديس بولس كان بيشوف المسيح بعينه وشاف رؤى وعمل معجزات كتير، طب كان ممكن يرتفع يحس إن هو تفوق على الرسل مثلا. ده فضل لآخر حياته يقول أنا لست مستحقا أن أدعى رسولا، أنا أصغر الرسل لأني اضطهدت بكنيسة الله. هو إيه اللي مخليه متواضع؟ إنه كلام ربنا شغله، وكمان جت شوكة في الجسد بقى تجربة ربنا يحميه بيها من الارتفاع. احذروا من الارتفاع، من يظن أنه قائم فليحذر إيه؟ لألا يسقط. يعني اللي شايف نفسه واقف على رجليه حاسب يا حبيبي الشيطان مش سهل. يمكن في اللحظة اللي انت شايف نفسك بقيت خادم او بقيت بتاع ربنا انت ممكن تعمل اخطاء كبيرة قوي. وكلنا فاكرين ان داود ارتفع قلبه وقع في خطية صعبة قوي، وسليمان ارتفع قلبه لانه بياخد ستات الملوك ويقع في عبادة اوثان، ودول ناس قمم يعني. ولألا يحيد عن الوصية يمينا او شمالا لكي يطيل الايام على مملكته. لأن البركة للملك معناها طولة العمر. في ملوك ما كانوش بيكملوا سنة من كتر شرهم، لكن بالنسبة يعني للأجيال الأولى
كان الملك ممكن يقاس البركة في حياته بالعمر الطويل، انه قعد ملك فترة. احنا ما عندناش العمر الطويل مقياس، ربنا يديك العمر. احنا عندنا السماء في العهد الجديد، ما بقاش طول العمر احلى وعد، مش كده؟ ليه؟ مش مهم طول العمر، المهم الابدية. في العهد القديم مش شايفين الابدية قوي، فبالنسبة لهم بيحسبوها بالاكل والشرب والارض والعيال والعمر، ده حساب البركة. اللي يباركه له ربنا يشوف عياله وعيال عياله، طول في عمره، يبقى عنده بقر وغنم وعنده ارض، ده كده يبقى ايه؟ عنده بركة. طب في العهد الجديد استفانوس ده ايه؟ ده كله بركة، راح شهيد بدري. فالقصة ملهاش علاقة دلوقتي بطولة العمر. دخلنا في اصحاح 18. لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع اسرائيل. احنا قلنا تاني ان سفر التثنية بيعيد على اليهود على فم موسى في اخر ايامه كل محتويات الشريعة وبعض ذكريات عمل الله مع الشعب خلال اخر 40 سنة. موسى بيقدم خطاب وداعي وهو بيودع شعبه، بيملي عليهم كل ما قيل في الشريعة كمراجعة. عشان كده هتقولوا اغلب الكلام ده موجود في اللاويين وفي العدد بدرجة، صح، دي في الإعادة هنا إفادة، والتكرار ده كان مقصود مع شيء من الشرح. لا يكون للكهنة اللاويين، ده تعبير دقيق، لأن الكهنوت اليهودي يطلع من لاوي بس، له سبط واحد، ما فيش كاهن في اليهود يطلع من سبط آخر غير لاوي. فلما يقولوا الكهنة اللاويين، دي للأسف كانت مجال تشكيك، يقول لك يبقى اللي كاتب ده مش موسى لأنه طبيعي الكاهن لاوي. لا، ما هو بيشرح للشعب، الشعب البسيط الجاهل ممكن ما يكونش عارف دي، الكلام ده مش للكهنة، الكلام ده لعموم الشعب. فبيقول لهم بالكهنة اللاويين اللي هم جايين من سبط لاوي، دي طبيعتهم. وبالتالي كل سبط لاوي، لأن كل ده سبط التكريس، يطلع منه بقى المرنمين والبوابين والحفظة الهيكل، ومنهم الكهنة أعلى درجة فيهم. قسم ما يكون لهمش قسم ولا نصيب، يعني ايه؟ بقيه الاسباط بتاخد الارض وتزرع وتربي بهايم وتجيب خير. لو اللاويين انشغلوا بالشغله دي هيسيبوا الهيكل والعباده والتسبيح. وهو ده مبدانا في الكنيسه القبطيه. تلاحظوا ان الكاهن في الكنيسه القبطيه ما ينفعش يشتغل شغله تانية. ليه؟ لازم يركز شغل ربنا، لازم ياخد وقته وعقله وقلبه وكل حاجه. في بعض الكنائس الأخرى في العالم ممكن الكاهن يبقى عنده وظيفة أخرى، يعني يجمع بين وظيفتين. لا، في الوضع السليم حسب الطقس الرسولي القديم الكاهن ده مكرس، فلازم يشتغل عند ربنا بس، يشتغلش عند حد تاني ولا عند الدنيا. فلا يكون لهم سبط ولا قسم ولا نصيب في إسرائيل. ليه؟ عشان يفضلوا كل اللي شغلهم رضا ربنا والالتزام بالشريعة وحفظ الجزء الخاص اللي عليهم، إن كان حراسة المقدسات أو متابعة الذبائح أو المرنمين والمغنيين كانوا يسموهم، أو البوابين بعد كده اللي هم على الهيكل. يعني في أشغال كتيرة قوي تشغل آلاف من اللاويين. يأكلون وقائد الرب نصيب. طب دول هيأكلوا منين؟ دول بياخدوا عشور ال11 سبط، فما يحسوش ان هم محرومين من حق، مش كده؟ طبعا لما الاسباط هتطلع العشور، دول واخدين 11 من 10، يبقى مش ناقص، وهم هيعشروا بعد كده عشان ما يتحرموش كمان من وصيه العشور. يبقى الكل بيطلع من عنده عشان ياخد بركه العطاء، لكن هم ماديا مصروف عليهم من بقيه الاسباط. ودي القاعدة اللي حطها الكتاب وذكرها العهد الجديد كتأكيد، الفاعل مستحق أجرته. يعني إيه؟ الفاعل مستحق أجرته، ما يكونش واحد فاعل في شغل ربنا وما ياخدش أجرة. طب أمال هيعيش إزاي؟ ويأكل منين؟ والذين يخدمون المذبح من المذبح يأكلون، دي جايبها بولس لما كان بيدافع عن رسوليته في كورنثوس. يبقى هنا طبيعي الكنيسة تصرف على المكرسين اللي عندها، لكن مش على سبيل بقى الطمع ولا الاستنفاع، لا، على سبيل بس ان هم يعيشوا ويركزوا في خدمته. يأكلون وقائد الرب ونصيبه.
بس خلي بالكم اللاويين كانوا توزيعهم بطريقتين، الحته دي اصلا بتلخبط بعض الناس. اللاويين جه تقسيمهم 48 مدينه متنطوره في كنعان. هم قبل كده كانوا حوالين الهيكل وقت العبور في الأربعين سنه بتوع سينا حوالين بقى المقدسات. طب لما الناس اتسكنت في الاراضي، حكمه ربنا ان وزع جزء من اللاويين يبقوا تبع كل سبط، جزء منهم يبقى موجود تابع لكل سبط. ليه؟ عشان يقوموا بدور التعليم، هم دول اللي هيشرحوا الشريعه للناس. لان الاسباط لما اتنطورت في كنعان، كنعان اللي هي فلسطين طبعا، بقى في اسباط عشان تروح لغايه خيمه الاجتماع شيلوه وقتها، وبعد كده هيكل سليمان وقت سليمان مسافه طويله، فطبعا مش هيقدروا يروحوا كل اسبوع يتعلموا درس في الشريعه. إذن لازم مجموعة من اللاويين تبقى موجودة تبع السبط، إنما دول لازم يتقابلوا سنويا في الهيكل أو ما يمثله زي شيلو. يبقى في مجموعة من المكرسين موجودين سنترال، مركزيين حوالين المكان اللي فيه قمة العبادة، خيمة الاجتماع، ومجموعة أخرى من اللاويين موجودين تابعين للأسباط عشان يقوموا بدور تعليم. طبعا ده حكمة جميلة. ليه؟ اليهود البسيط اللي في آخر مثلا سبط دان شمال فلسطين قريب على الأمم، ده هيعرف إيه عن الشريعة؟ ما مفيش كتب ومفيش حد بيقرأ، يبقى لازم لواحد لاوي كل شوية يقعد معاه يقول له تعمل وما تعملش. وبعدين اللاويين دول يجتمعوا كل فترة عشان يراجعوا كل الشريعة. لا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه. كان شعار اللاويين نصيبي هو الرب، ودي اللي قالها بقى الكتاب كذا مرة، وبقينا احنا نقولها يا بتوع العهد الجديد. كلنا بقينا مكرسين، يعني اللاويين أقل مننا. احنا في العهد الجديد كلنا مسحنا المسحة. المسحة دي ما كانش ياخدها غير الكاهن، مش اللاوي العادي، الكاهن بس والنبي والملك. طب احنا كلنا مسحنا، فبقينا كلنا مكرسين أكتر وأعلى من اللاويين. مستوى التكريس هنا والتخصيص لله أعلى، فإحنا كلنا شعارنا نصيبي هو الرب. طب لو ربنا أدك فلوس كتير أو شغل كتير وماله، الحاجة دي كلها بتاعت ربنا، نصيبي هو الرب، يفضل قلبك في ربنا، ما يفضلش قلبك لا في شغلك ولا في فلوسك، الحاجات دي كلها أنت على بعضك كده بتاع ربنا. الرب هو نصيبه كما قال له. وهذا يكون حق الكهنة من الشعب، من الذين يذبحون الذبائح. لما كل عيلة بتجيب ذبيحة في الأعياد أو في مواسم، أو لما يكون عامل عاملة وجاي يقدم ذبيحة خطية، في بعض الذبائح تحرق كاملة زي ذبيحة المحرقة دي، لأنها غفران للخطايا، إشارة للمسيح اللي إيه مات من أجلنا وقدم ذاته ذبيحة مقبولة. لكن في ذبائح بتبقى من أجل الشكر، السلامة والإثم. أنواع الأخرى دي الكاهن بياخد جزء من الذبيحة، يبقى هو ايه مشترك في الاكل، فبيتحدد له النصيب حتى في الذبيحة عشان ما يبقاش الموضوع اجتهادي. يذبحون الذبائح بقرا كانت او غنما، يعطون الكاهن الساعد، او يسموها في اللاويين الساق الرفيعة، الرفيعة اللي هي الساعد اللي هو يعني الرجل القدامانية الرفيعة شوية، يعني جزء كده مخصص، والفكين والكرش، ودي حاجات رخيصة في الذبيحة. وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك، يبقى زي البكور أو العشور بتروح لفئة الكهنة واللاويين. يبقى كده الناس دي مش هتحتاج، هتاكل زي غير وهتعيش زي مستوى الشعب العادي. تعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك، لأن الرب إله قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب. كلمة ربنا اختاره دي قاعدة مهمة أوي. في العهد القديم ربنا اختار سبط كامل، اللي هو لاوي اللي طلع منه موسى وهارون، وبقى هارون ده أول رئيس كهنة في العهد القديم، وظل الكهنوت في سبط لاوي. ده اختيار إلهي، حتى لو فيهم أخطاء لكن ربنا يصلح فيهم، واللي ينحرف زيادة زي أولاد عالي يوقف العيلة دي عن التكاثر في الكهنوت، عشان ربنا مسؤول عن كهنته. مبدأ الاختيار يستمر في العهد الجديد،
بمعنى إيه؟ ربنا اللي اختار التلاميذ واختار الرب 70 رسول. عشان كده القديس بولس يراجع المبدأ الثابت ده ويقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه. يعني في بعض طوائف العالم الواحد إيه بيتقدم لوظيفة الكهنوت. ما عندناش حاجة اسمها كده، ما فيش المفهوم ده عندنا. وأكيد كلكم عمركم ما سمعتوا عن حاجة واحد بيقدم على وظيفة كاهن، ما فيش كده. هما الإيه؟ ده الكنيسة بتختار بروح الصلاة مين اللي يصلح يقود الشعب في العباد ومين اللي يعلم كلام ربنا، فيبقى ده اختيار إلهي نابع من الصلاة ومن إجماع الكنيسة. لكن ما حدش بياخد الوظيفة دي لنفسه ويقول زي هارون لأنه دعي من الله. فالعبرانيين بولس يشرح كده أنه دايما في اختيار للكاهن، وعشان كده دايما في رسامة أي كهنة لازم في صلاة كتير، في صلاة قبل الاختيار وبعد الاختيار، وفي فحص للمتقدم، وفي رأي للشعب ورأي الكهنة الكنيسة، وفين في الآخر مقابلة قداسة البابا أو الأسقف المسؤول، وبعدين لغاية لحظة القداس في صلاة عشان تتحط اليد الإلهية على هذا الشخص. يبقى الإجراءات الكثيرة دي كلها على سبيل الاختيار الإلهي، لا هو ترشيح بشري بس ولا هو تطوع من إنسان. فاكرين سيمون الساحر لما قال ما أنا عاوز أبقى كده، فقالوا له لا ما تنفعش، تفكر هتشتريها بالفلوس ليكون فضتك معك للهلاك، ده شغل ربنا. ودي اللي تسمت سيمونية، سيمونية نسبة لسيمون، لأنه أول من حاول أن يأخذ الكهنوت بالفلوس. الرب إله قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب. يبقى شغلته واقف قدام ربنا، يعني شفيع في الشعب ويخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام، لأنه طبعا الكهنوت كان متوارث في العهد القديم. وإذا جاء لاوي من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب، أهو ده النوع الثاني اللي هو لاوي جاي من حتة بعيدة لأنه بيخدم في سبط مش بيخدم في الهيكل، فبيقول متغرب يعني بعيد عن مكان العبادة الأصلي. فلو جه واحد من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختاره الرب، ليه الكلام كده؟ لأن موسى عرف بروح النبوة، هو موسى ما دخلش كنعان فمعرفش حتى التابوت ده هيرسى فين، على يد يشوع بقى محطوط في حتة اسمها شيلوه، وفضل مئات السنين لغاية وقت عالي الكاهن وابتدى البوظان خالص، وجي صمويل النبي وبعدين ابتدى ايه راح التابوت خالص بسبب الفساد اللي كان في الشعب والكهن، وبعدين رجع استقر مرة تاني في القرى لغاية ما جه داود بقى وقال عاوز اعمل بيت لربنا، وخدوا صهيون وسليمان عمل له الهيك. ففي فترة انتقال لبيت ربنا اللي هو كان التابوت يعني إلى المكان الذي يختاره الرب. فموسى تنبأ أن المكان ده مش هيبقى مكان واحد لغاية ما يوصل للهيكل. وخدم باسم الرب إلهك مثل جميع إخوته اللاويين الواقفين هناك أمام الرب، يعني مسموح بانتقال اللاوي اللي بيخدم وسط الأصباط أنه يبقى لاوي بيخدم جنب الهيكل، واضحة؟ بدل دي رغبته وبإرادته يبقى من حقه يشارك إخواته في المكان الذي يختاره الرب. يأكلون أقساما متساوية عدا ما يبيع عن أبائه. لو كان عنده شوية ملكيات بسيطة كده يبيعها ويجي جنب الهيكل يعني. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأم. كل ده لسه هيعبروا الأردن ويدخلوا كنعان، فهيشوفوا بقى عالم من الفساد والوثنية في كنعان، 7 ممالك أو 7 شعوب ضخمة وحاجة و30 ملك قدامهم، وكل دول وثنيين. فهيشوف تماثيل وهيشوف رجاسات وهيشوف عبادة نجوم وعبادة حيوانات وهيشوف الغلب كله. فبيحذرهم لما تدخلوا كنعان إياكوا يستهويكوا الكلام ده، زي اللي بيسافروا ساعات برة فيبتدي مخهم يعني يتشد الحاجات ومضاد برة كأنها حاجات، يعني الناس دي عايشة فين؟ دول بقى ربنا ما تفكرش بالطريقة دي. ففي كل زمن في ناس بتنبهر أحيانا ببعض الأمور وهي بتبعدها عن ربنا. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم.
لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. بصوا بقى، عبادة الأوثان موضوع شيطاني من أوله لآخره. يعني اللي بيعبد تمثال أو نجم أو حيوان أو الوثنية بأشكالها، لازم الشيطان يسيطر. والشيطان عشان يسيطر على الناس يحب يذل الإنسان، يحب يذله. الشيطان بيكره الإنسان، فعشان يذل الإنسان مش كفاية يوطي للتمثال، يقنعه أنه يبيع جسده فيتاجر بجسده، فتبقى الزنا وبكل أشكاله جزء من عبادة الوثن. يعني ما يبقاش في واحد وثني متدين إلا وعايش في الزنا، ده لازم إرضاء للشيطان. المصيبة الأكبر أنه أول ما ابنه يكبر شوية لازم يجيبه ذبيحة، فتلاقي الأب أو الأم جايبين عيل كده 10 سنين يحطوه على المذبح ويولعوا فيه بأيديهم. تصوروا البشاعة، ده كل ده شغل الشيطان. فهم هيشوفوا الممارسات دي، فقال حسبوا إياكم تدخلوا على الشعوب فتلاقوا حاجات زي كده تستهويكم. أنا مستغرب، هو ده يستهوي مين؟ في حد عاقل ممكن كده؟ لا للأسف، ما هو الجنون ده شطاء، يعني موضة. ففي ناس بيستهويها حاجات غريبة جدا، قاتلة مؤذية، ويعجب في كل جيل في كده. فبيقول احترز لا تتعلم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. يبقى كانوا بيجيزوا الابن يعني يعدوه في النار كده لغاية ما يتسلق ويصرخ، حاجة بشعة، إرضاء للوثن الشيطان اللي هم فيه. وللأسف في بعض الملوك وبعض طبعا اليهود كتير عملوا كده بعد كده لما تحولوا للوثنية. يعني مش موسى بيقول حاجة غريبة قوي، وموسى بيقول للناس والناس مستبعدة الكلام، إنما فعلا دارت الأيام والكلام ده كانوا بيعملوه. يعني ما تقروا سفر أرميا، أرميا كان صعبان عليه جدا إن في يهود بيعملوا كده، وصلوا إن هم يجيزوا أولادهم في النار. ولا من يعرف عرافة، العرافة اللي هم العرافين، تروح لحد عشان إيه يعرف لك الغيب يعني. ولا عائف، العيافة دي اللي هي حاجة شبه العرافة، يطيروا طير كده، لو راح كده يبقى خير، لو راح كده يبقى شر، والحركات دي. ولا متفائل، اللي هو لو شاف حشر يقول لك أيوة هيحصل كذا. مش التفاؤل اللي هو ربط أمور بأمور، وللأسف إحنا عشان في يعني شوية امتداد للفرعنة تلاقوا بعض الأفكار دي موجودة عند بعض الناس، يقول لك ده أنا شفت غراب، ده أنا شفت مش عارف إيه، ماله الغراب ده؟ المسيح استخدم الغراب ضمن الوعظ إنه إيه يعني، حتى ده بيلاقي يأكل فربنا مش هيجوع عياله. تلاقي الناس عندها شوية كده حاجات مرتبطة بأفكار وثنية في الأصل. ولا ساحر، ساحر بقى المحترف بيتعامل مع الشيطان. وكان في سحرة في سفر أعمال الرسل تعبوا الكنيسة، زي سيمون الساحر، زي بار يشوع، في ناس كانوا بيتعبوا الكنيسة بسحرهم ويضللوا الناس. ولا من يرقي رقي، اللي هم اللي يقول تعاويذ ويقول كلام غريب، الراقي أو يرقي، عارفين تعبير كلمة يرقي؟ يعني تحس انه ايه بيعمل حركات وأصوات وبتاع، قال يعني كده هيصونه من الشياطين، ده هي دي حركات الشياطين. ولا من يسأل جانا أو تابعة، يعني الأرواح النجسة ممكن بقى ناس تتواصل معاها. ولا من يستشير الموتى، اللي هي زي ايه تحضير الأرواح. يبقى الخطايا دي معروفة من زمان وممنوعة تماما، وعقابها الموت في العهد القديم. أي حد يعمل أي حاجة من دول كان لازم يموت، الشريعة بتقول كده. طبعا احنا في العهد الجديد ما بنحكمش على حد، لكن ده معناه اللي يعمل الكلام ده مصيره الهلاك، فلازم نخاف، لأنه الشيطان هو الشيطان، فبيحب الحاجات دي تستمر في كل الأجيال. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. ليه؟ لأنه خلى الشيطان مكان ربنا، لا تكن لك آلهة أخرى أمام. وكأن الجزء ده تفصيل للكلمة دي، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ما في السماء ما على الأرض ما تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، أنا إله غير أفضل. يبقى هنا عبادة الأوثان وما يتتبعها من ممارسات رضي. وبسبب هذه الأرجاس، الآية دي مهم،
الرب إلهك طاردهم من أمامك. النهاردة بيطلع لنا ناس كتير قوي بتنقد العهد القديم وتقول اللي عمله يشوع أنه طرد شعوب كاملة وسكن شعبه ده نوع من الوحشية أو القسوة أو الظلم أو الاستعمار أو يبقى ربنا نفسه وحش. ده كلام الناس اللي بتهاجم العهد القديم. هو الحقيقة الآية دي لوحدها ترد ليه؟ لماذا طردت هذه الشعوب من الأرض؟ هل عشان يشوع؟ لا. هل عشان اليهود؟ لا. هل عشان موسى؟ برضو لا. أمال إيه؟ بسبب هذه الأرجاس. يبقى أي شعب هيسمح للشر أنه يتزايد جدا لازم ربنا هيجي له وقت وإيه؟ يقتص من هذا الشعب. زي سدوم وعمورة، زي الطوفان، زي إذن حروب الإبادة بسماح من الله كانت قصاص إلهي، كانت عدل إلهي. الشعوب دي عاشت مئات السنين تزداد شر لدرجة أنهم خلاص دماغهم كلها شياطين كده هيفسدوا البشرية كلها. وربنا بيكره الشر وتأنى وصبر وما لقاش حد منهم بيتوب، يبقى لازم يبقى فيه يعني ردع. إلهنا إله عادل، يحب الخير ما يحبش الشر. لو سكت على الشر ما يسكتش على طول. يبقى بسبب هذه الأرجاس طردت هذه الشعوب. يبقى ده التفسير، أن ربنا كقاضي عادل وإله يكره الشر من حقه طبعا أنه يجازي الأشرار. فالجزاء هو حر في الحكم بقى، القاضي اللي بياخد حكم بإعدام أو بتأبيد، أو إذا كان قاضي عادل محدش هيرجع وراه. بسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك تكون كاملا لدى الرب إلهك. يعني ملخص الكلام إيه؟ يا شعب الله كونوا كاملين. شوفوا من العهد القديم بيقول له، بيخاطب الشعب كله كشخص واحد، يقول له تكون كامل. يعني لازم تراعي ربنا في كل حاجة، لا غلطة كده ولا غلطة كده، في كل تصرفاتك تعمل المطلوب. ربنا قال في بكور يبقى في بكور، في عشور يبقى في عشور، ما تقلتش يبقى ما تقلتش، تبعد عن الشر ده تبعد عنه. طبعا المسيح كررها في العهد الجديد، قال كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. كرر نفس المعنى، إذا كنتوا بأولاد أبوكم، طب أبوكم كامل ما فيهوش غلط، يبقى أولاد ربنا ما يغلطوش. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم، يعني انت واخد مطرحهم، هم داخلين هياخدوا مطرح الأمم، يسمعون للعائفين والعرافين. يعني علامة الشعوب دي ان اللي بيحركها العائفين والعرافين، اللي هم العيافة والعرافة، اللي دول بيمشوا ورا الشياطين، دول اللي بيحركوا الشعب. طب في الشعب الجديد بقى اللي بيحركوا ربنا، يبقى طبيعي ما فيش خلطة بين دول وبدون. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. ربنا ما قالكش تعمل كده، يبقى خلي بالك. يقيم لك الجزء ده بقى في منتهى الأهمية، وجزء ده كل اليهود بدون استثناء حافظينه وعاشوا به لغاية ما جه المسيح، ولما رفضوا المسيح الباقيين لسه منتظرين. الآية اللي جاية دي تعتبر أخطر آية في التوراة بالنسبة لنا. ليه؟ لأنها نبوءة صريحة عن مجيء المسيح. طبعا في نبوات كتير قوي، لكن دي بالذات ما كانش في يهودي ما يعرفهاش. قبل ما هقراها هحكي لكم حكاية كده أفكركم. فاكرين لما يوحنا المعمدان بدأ يخدم يوحنا، كل الناس حست أن ده شخص عظيم جدا. على طول يبقى في ذهنهم يطلع مين؟ هم منتظرين المسيح. فراحوا له كبارات اليهود، أنت هو المسيح؟ لا. قالوا له إزاي؟ ده كل الناس ماشي وراك. طب أنت هو النبي؟ خلي بالكم الكلمة النبي. قال لهم برضو لا. لكن لما قيل عنه نبي وافق، والمسيح قال أعظم من نبي، يعني حسب نبيا 100%. لكن ليه لما تسأل أنت هو النبي؟ قال لا برضو لا. لأنه من ألقاب المسيح في ذهن اليهود الكبار، المسيح هو النبي الآتي. ثلاث كلمات دول مهمين أوي، المسيح أو المسيح يعني المخلص،
هو النبي المعرف بقال اللي يجي أعظم من موسى. عشان كده احنا نسمي موسى دايما رئيس الايه؟ رئيس الأنبياء. طب والمسيح؟ لا لا ما تقارنش طبعا، ما تقارنش، المسيح فوق ده كله. لكن هو لأن موسى نفسه هنا هيتنبأ عن من يأتي زيه طالح، يعني زيه في حاجات كتير لكن أعظم منه. فيبقى هنا موسى نفسه بيشاور على المسيح بعد 1500 سنة ويعطيه نقب النبي، لأن من موسى للمسيح في أنبياء كتير قوي، مش كده؟ يشوع ساعات يعتبر نبي القضاء أحيانا، لكن عندنا صموئيل النبي، عندنا داود النبي، مش كده؟ عندنا أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، مش كل دول أنبياء؟ وإيليا وأليشع، إذا في أنبياء كتير قوي. ولا واحد من دول ينطبق عليه كلام موسى، ولا واحد من دول ياخد لقب النبي. ليه؟ ألف ولام، يبقى في شخص معين له شروط معينة جدا، لأنه هو ده المخلص وهو ده اللي هيغير الشريعة أو هيضيف عليه. واضحة؟ فيوحنا المعمدان مع إدراكه أنه هو مرسل من الله وقال أنا مرسل من الله، أنا صوت صارخ، يعني هو جاب آية من أشعياء 40 وقال أنا دي، أنا الكلام بتاع أشعياء، أنا صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب، يعني عارف دركته ومكانته، لكن قال مش أنا خالص. فلما راحوا له مرة تاني قالوا له مش ممكن واحد يعمل كل اللي بتعمله والناس كلها تتغير على أيديه وما يكونش المسيح. قال لهم بص، اللي جاي بعدي ده قبلي، ده كان قبلي من الأول، يجي بعدك ويبقى قبلك إزاي؟ يقصد لاهوتيا هو قبلي من جهة لاهوته، هو ملوش بداية. وبعدين قال أنا من الأرض، من الأرض أتكلم، يعني أنا طلعت نزلت في الآخر، أنا إنسان، اللي جاي ورايا جاي من فوق، والذي من فوق هو فوق الإيه؟ فوق الجميع. يعني لا يقارن بأي نبي أو رسول أو أي شيء. المسيح بقى، تعالوا نسمع موسى قالها إزاي. يقيم لك الرب إلهك، بيكلم الشعب، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك. برضو من وسطك دي مهمة قوي. ليه؟ لازم يطلع يهودي من الأزباط عشان ما يبقاش من حاجة تاني، من شعب آخر، ويقال إن النبوءة عليه. من إخواتك مثلي، مثلي دي بقى لم يتجاسر أي نبي إنه يحط نفسه في مساواة مع موسى، لأن موسى هو اللي جاب الشريعة أو خد الشريعة، حمل لوحي العهد، فده درجة ما فيش ولا واحد جه بعد كده يصل إلى هذه المكانة. فمثلي هنا فهموها الآباء إنه المسيح لما وعظ بقى قال إيه؟ سمعتم أنه قيل للقدماء، بين قوسين على فم موسى، أما أنا فأقول لكم. حصل هنا بقى مشرع شريعة الكمال، دخل بتشريع جديد أو أضاف على الشريعة. إذن أول وجه شبه في مثلي إن موسى هو شريعة موسى اسمها كده، هو مشرع العهد القديم، طبعا مش هو، يعني ربنا من خلاله عمل كده، والمسيح له كل المجد، أكمل ما جئت لأنقض بل لأكمل. يبقى هنا المسيح هو الوحيد اللي يقدر يضيف، لأنه هو اللي قال لموسى. ديك وجه شبه تاني. راحوا يساوموا المسيح لما لقوه بقى بيعمل معجزات إلى إقامة أموات، قالوا له بص هنعتبرك زي موسى، موسى ده أعظم واحد، موسى إدى أبائنا زمان المن، هتدينا إيه بقى؟ قال لهم طب شوف، أولا مش موسى اللي إداكوا المن، ليس موسى أعطاكم المن بل أبي. بصوا بقى العلاقة المختلفة، أنتوا إذا كنتوا بتقولوا موسى إدانا المن، هي المن على يد موسى، بس مش موسى، مش مصدره موسى، ده أبي أنا، يبقى المسيح هو صاحب المن. أبائكم أكلوا المن وماتوا، عاوزين ايه؟ اديكوا اكله تاكلوها زي الخمس خبزات وتموتوا؟ لا، انا جايب لكم حاجه اعظم بكتير، انا هو الخبز النازل من السماء الواهب الحياه للعالم، انا هو خبز الحياه، من ياكلني يحيا الى الابد. طبعا هنا المقارنه، موسى هنا المسيح هنا بقى خلاص. يبقى موسى كمشرع، يجي المسيح يدي تشريع عهد جديد، موسى جايب معجزه ما حدش من الانبياء قادر يعملها، فكرة الأكل اليومي 40 سنة، المسيح جايب حاجة أعظم بكتير، لأنه بيدي خبز الحياة اللي يدي حياة أبدية
مش يدي كم يوم والموت يجي بعدها. طبعا الآباء بقى استفادوا في أن موسى مثلا اضطهد في طفولته، مش كده؟ موسى اتحط في سبت عشان كان مطلوب للإعدام. طب ربنا يسوع لما تولد كان مطلوب للإعدام، مش كده؟ موسى أهله أو إخوته قاوموه بشدة وحاولوا يرجموه. المسيح ده حصل معاه كده، اليهود تعبوه جدا وحاولوا يرجموه كذا مرة. موسى عمل الحية النحاسية عشان بالموت يبطل الموت، المسيح طلع على الخشبة وداس الموت بموته. إذن في أوجه شبه كثيرة قوي، لكن موسى شاور على الآتي في المستقبل. عشان كده احنا نقول مبارك الآتي بالنسبة لنا هو المسيح أو المسيح، وهو النبي المعرف بألف ولام نسبة لمن قصده موسى. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. عشان كده المسيح له كل المجد. ما كان يوعظ اليهود قال لهم على فكرة مش أنا اللي هشكيكوا في اليوم الأخير، اللي هيقف يشكيكم موسى اللي انتوا عليه رجاءكم. انتوا متكلين على موسى واثقين فيه وبتقولوا احنا تلاميذ موسى، موسى هيقول لكم مش انا قلت لكم لما يجي تسمعوا له وانتوا مش راضين تسمعوني. فيوجد الذي يشكوكم موسى الذي عليه رجاءكم، لان موسى اتكلم عن المسيح وبدقه وقال اللي مش هيمشي ورا الاتي هيهلك بشكل قاطع. بقى يبقى واضح ان موسى كان بيكلم عن المسيح. واحد يقول طب ليه استخدم كلمة نبي ولخبطنا؟ ما هو المسيح مش نبي. لا استنى، هو المسيح من جهة لاهوته إله حق من إله حق، لكن لما تجسد وصار إنسانا هل يأخذ لقب نبي؟ يأخذ. ليه؟ لا، مش هو أخبرنا بالحقيقة؟ مش هو يعرف المستقبل؟ مش هو المعلم الصالح؟ لأن صفة النبوءة إن جت في بشر ما تجيش في المسيح الإله المتجسد. إذا كنا بنقول المسيح نجار ما نقولش على المسيح نبي. إذا كنا بنسميه ابن الإنسان كتير علينا لما نقول نبي أو رسول، لكن ده لا يلغي أبدا في إيماننا أننا لا ننظر إليه كنبي عادي. لا، ده من جهة بشريته يأخذ دور النبي، ولكن من جهة لاهوته هو إلهنا الذي نعبده وهو مخلصنا الذي أتى لخلصنا. واضحة؟ يبقى هنا الناس دي مش هتقدر تفهم لما يكلمهم عن الله المتجسد. اليهود يفهموا؟ ما يفهموش دي. حتى ظهورات المسيح في العهد القديم كانت تستخدم فيها كلمة رسول من الرب اللي هي ملاك الرب، جاي حد من طرف ربنا. وبعدين يكتشفوا اللي جاي من طرف ربنا ده بيصعد وده بيقبل العبادة، زي حادثة جدعون وحادثة أبو أم شمشون يعني ناس كتيرة شافت المسيح في العهد القديم ولكنه كإله، بس عشان يظهر بيظهر بشكل بشري كمقدمة عشان يشرح التجسد. نسمع الكلمتين دول تاني عشان الجزء ده مهم. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إله. هنا بيفكرهم في السنة الأولى من خروجهم، راحوا اجتمعوا عند جبل حوريب وربنا حل على الجبل وبقى الجبل يرعد وزلزال وزوبعة ونار. الناس اترعبت وقالت لموسى اطلع اسمع تعال قول لنا احنا مش قادرين نسمع، بقوا سمعين صوت ربنا مرعوبين. فلما قالوا له لا خلي حد وسيط بيننا وبين ربنا، قال لهم طيب ربنا خد على كلامكم لان انتوا خايفين ومش قادرين تقربوا، فخلاني انا وسيط مؤقتا. لكن الوسيط بتاع العهد الجديد اللي هيبقى اله وانسان في نفس الوقت ربنا يسوع. فكأنه هنا بيقول لهم ايه، مش ده كان طلبكم ساعة ما وقفتوا على الجبل وجريتوا وبعدتوا وقلتوا لا مش قادرين نقرب، احنا مرعوبين الجبل في نار والصوت مرعب بالنسبة لنا. يبقى ربنا قال لموسى يعني انا هجيلهم وابقى معهم على الارض. فهمتوا الفكرة؟ اذا التجسد الالهي طبعا ده
في علم الله السابق قبل الأزمنة الأزلية، لكن كمان بيحقق فكرة التقارب، إن ربنا ما عادش بيكلمنا من جبل عالي وجبل مرعب، ربنا جالنا ومشي وسطينا على الأرض هو نفسه. فبيقول ما ده كان طلبكم، انتوا نفسكم قلتوا احنا مش قادرين نسمع ربنا بالطريقة دي، احنا مش قادر نقف قدام جبل كله نار وزوبعة وخايفين. فربنا استجاب، قال لي يا موسى طب خلاص خليك انت في المرحلة دي، لكن انا جاي لهم امشي وسطيهم بكرة. فبيقول حسب كل ما طلبت يا إسرائيل من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلهي من الخوف ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. يبقى لما خافوا وترعبوا فبعدوا، وربنا قال له طب يا موسى خد مني كلام وروح قول لهم، على اعتبار وعدوه قالوا له اللي هتقوله يا موسى هنعمله، وطبعا ما التزموش. فصار موسى وسيطا للعهد القديم. الحتة دي مهمة بقى، موسى توسط العلاقة، وعشان كده بقى لما تقروا سفر العبرانيين القديس بولس عامل مقارنة جميلة جدا بين موسى والمسيح، لأن اليهود يعتزوا بموسى جدا فمش قادرين يقبلوا المسيح لأن موسى هو رئيسه. قال لهم بصوا، موسى كان عبد أمين على بيت ربنا، لكن المسيح صاحب البيت. فما فيش مقارنة بين العبد مهما كانت أمانته وبين صاحب البيت. يبقى بولس نفسه شرح أنه لا يقارن، حتى لو في أوجه شبه، أن موسى وسيط لكن موسى إنسان كمان، موسى له أخطأه، ما هو موسى كسر لوحي العهد، أو عشان كده موسى ما دخلش الناس كنعان. ليه؟ عشان يبان عجزه، يبان أنه كإنسان ما يقدرش يكمل المسيرة للآخر. فربنا قال له كفاية عليك كده، ما تعديش الأردن، ما تدخلش أنت كنعان. فيفضل موسى مهما كان مكانته العظيمة لكن هو في الآخر عبد وله أخطائه، وطبعا في حياته كان في أخطاء كتير قبل ما يقابل المسيح في العليق. إذن الشعب نفسه طلب الوساطة، فموسى كان وسيطا، ثم جاء الوسيط الحقيقي اللي هو إيه بقى، بين السماء والأرض، ربنا يسوع اللي اتصلب متعلق بين السماء والأرض عشان يتم التعبير بتاع أصلحت السماويين مع الأرضين. دي يقدر موسى يعملها دي؟ ما يقدرش. وموسى لما بولس بقى يقارن خدمته، بولس مغرم بشخصية موسى على فكرة، لأنه يهودي قديم فمذاكر موسى كويس، لكن طبعا عاشق للمسيح. فيجي في كورنثوس يقول لنا بصوا، العهد القديم الخدمة ليها مجد، حتى أن موسى وشه نور، بس أقول لكم حاجة، خدمة العهد القديم دي كلها تساوي موت. ليه؟ موسى مات واللي وراه ماتوا، وموسى ما قدرش يوعد الناس بأكتر من كام سنة، وفي الآخر خدمة دينونة، كل الشعب اللي مشي ورا موسى الجيل الأولاني ده ودينا، يعني إيه اتحكم عليه بالهلاك. فقال لهم مع عظمة موسى وجماله، إنما خدمة موسى في الآخر خدمة موت، خدمة دينونة. بصوا لخدمة المسيح، ما بقتش الناموس هي اللي بيحرك، ده أنت تتعلق بالمسيح يديك الحياة الأبدية، يديك حرية حقيقية. فبولس قاعد يعمل المقارنات لأنه بيكلم الفكر اليهودي اللي يرى في موسى مكانة أعظم من أي حد. قال للرب قد أحسنوا فيما تكلموا. يبقى ربنا قال لموسى لما الشعب تزمر وقال احنا مش قادرين نقرب عن كده، قال له طب خلاص، هم عملوا طيب لما قالوا خليك يا موسى في النص، خليك يا موسى في النص مؤقت. قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم، بيعيد نفس النبوة تاني، نبيا من وسط إخوتهم مثلك. يبقى أنا هجيب لهم بقى واحد غيرك، أنت برضو مهما كان يا موسى مش هتعرف تعمل الدور ده، وأجعل كلامي في فمه. بصوا التعبير ده مهم، ليه؟ المسيح له المجد في عظات كتيرة كان يقول إيه، أنا باخد من أبويا وأقول لكم، لأن ربنا هنا اللي بيكلم موسى، فهنا بيقول أجعل كلامي في فمه، يبقى المسيح كلمة الله، فيكلمهم بكل ما أوصي به. عشان كده المسيح في مرة قال ما أوصاني به أبي هكذا أفعل، زي ما بيوصيني بقول،
ليه؟ عشان يحقق النبوءات دي. لكن طبعا قال أنا والأب واحد. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي، ده كلام على المسيح، الإنسان اللي مش هيسمع للمسيح اللي بيتكلم باسم الآب بقوة الله نفسه، أنا أطالبه. يعني إيه المطالبة في العهد الجديد؟ مش بكلام موسى خلاص، فهمتوا الفكرة؟ يبقى احنا بندرس عهد قديم عشان نستوعب الحكاية مشيت ازاي. لكن هل انتوا مقيدين بحرفيات العهد القديم؟ لا، لكن مقيدين بوصية المسيح دلوقتي. اللي مش هيسمع لكلام المسيح له المجد انا اطالبه. فالنهاردة لا تدينوا لكي لا تدانوا، احنا مطالبين بده مش كده؟ بالكيل الذي به تاكلون يكل لكم، سمعتم انه قيل لا تقتل، دي طلبات موسى. انا اقول لكم لا تغضب على اخيك باطلا، دي طلبات المسيح. يبقى المطالبه المساءله الدينون النهارده على كلام رب المجد يسوع نفسه. يكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي، ده المسيح الله اللي هو المجد يتكلم لموسى بيقول له كده، الذي يتكلم به باسمي على الآتي ده أنا أطالب. أما النبي الذي يضغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه، يقصد مين بقى؟ الأنبياء الكذبة. في كل جيل كان في ناس بتحاول تاخد المكان ده، تحتل هذا المكان، إن هم يجوا يقولوا ربنا بيقول. هو ده ربنا بجد ولا أنت اللي بتقول؟ طب وده حسابه إيه؟ ده حسابه عسير جدا. والمسيح لو المجد نبهنا قال سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. يبقى ما نستغربش لو لقينا أنه في كثيرون مضللين، ده المسيح اللي قال كده. وفي كل جيل بيطلع أنبياء كذبة، وقال لنا بصوا سيأتونكم بثياب حملان وهم من الداخل ذئاب خاطفة ومن ثمارهم تعرفونهم. بص لحياته، بص حياته ماشية ازاي، تفرج على سلوكه من ثماره. المسيح له المجد لما بيقول من منكم يبكتني على خطيئة، مين ماسك لي خطيئة؟ قدوس بلا شر وحده. يبقى ده لا يقارن بأي حد. فهنا يقول أما النبي الذي يضغى، يضغى هنا مقصود بيها يغش وياخد حاجة مش بتاعته، يسرق مجد النبوة. فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به. وطبعا ده حصل في كل الأجيال، يعني من بعد موسى في أنبياء كذبة في زمن القضاء وفي زمن يشوع وفي زمن صموئيل وفي زمن داود، وبانوا قوي بقى في المرحلة بتاعت الأنبياء الأخيرة وقت إشعياء وأرميا وحسن. ده كان في كتير قوي أنبياء كذبة وكانوا مضللين. ليه؟ الأنبياء الحقيقيين اللي جايين من ناحية ربنا يقولوا للناس توبوا لحسن جاي أيام صعبة، يطلع واحد من دول يقول لهم ده ربنا راضي عنكم، اعملوا اللي تعملوه لا يمكن الهيكل يحصل له حاجة، فيضللوا الناس، يعطلوا توبة الناس، يفتحوا لهم الباب الواسع ويقول لهم اغلطوا براحتكم وربنا مبسوط. ده كان تعليم الأنبياء الكذب، وكانوا هم أسباب اضطهاد الناس المخلصين. عشان كده ربنا يسوع له المجد لما قال طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر، هكذا كانوا يفعلون بإيه؟ بالأنبياء. يعني ده اللي حصل مع الناس الحقيقية اللي مبعوتة من ربنا، كان في ضرب واضطهاد وتعيير وإهانة وقتل كمان. النبي الذي يضغى فيتكلم باسم كلاما لم أوصي أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى. يبقى في أنواع من الأنبياء الكذب. في نوع يقول ربنا بيتكلم ويقول كلام غلط، وفي نوع جاي يقول كده الشمس بتقول لي والقمر بيقول لي والتمثال قال لي، يعني بيتكلم باسم آلهة أخرى. كل دول اسمهم كذبة. ليه؟ دول مش تبع الله الحقيقي، مش مبعوتين برسالة حقيقية. فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك. بص هيجي سؤال ساذج بسيط، طب أنا هعرف منين إن كان الشخص ده جاي من ربنا ولا مش من ربنا؟ فكروا فيها. الحقيقة لو قال أي حاجة غير اللي مكتوب هنا يبقى مش من ربنا، بس كده. بدل إحنا عارفين ربنا بيقول إيه، لو جه واحد قال غير اللي إحنا عارفينه يبقى على طول غلط. ما
ببساطة كده. لو واحد جاي يعلمنا انه مثلا اغلطوا براحتكم وربنا بيحب الغلط، خلاص مش محتاج ان انا اقعد افكر كذا مرة ده كذاب ولا مش كذاب، الا لو انا بقى عجبني الغلط فعشان كده عاوز امشي وراه. لكن كمان لو قاعد يقول لي هيحصل ومش هيحصل، طب ما انا عندي حجة اخرى هنا بيقولها بقى موسى النبي، بيقول ان قلت في قلبك يا شعب اسرائيل كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ هميز ازاي؟ ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصير فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب. يعني ايه ببساطة؟ يعني لو واحد جاء لنا هيحصل بعد سنة كذا وكذا وكذا وعدت السنة وما حصلش، يبقى الجدع ده بيألف. وده بيحصل كتير بقى، يعني من 100 سنة ولا 200 سنة طلعوا ناس قالوا خلاص القيامة هتقوم وحددوا الميعاد، مع ان المسيح قال ما حدش يعرف الميعاد، وفي ناس كتيرة لغت دماغها وطلعوا على السطوح، وبعضهم طلع عريان يقول لك هنقابل المسيح مش لازم بهدومنا وحاجات كده، وبعدين عدى الميعاد. طب لما عدى الميعاد ما بانت خلاص، يقول لك معلش اصل في تغيير حصل. ايه هو بقى؟ تضحكوا علينا وتسرحوا بينا، والغريب ان الناس عاجبها السرح ده، يبقى خلاص كذبه. يبقى لو قال غير الكلام اللي ربنا بيقوله اكيد كذاب، ولو وعد بوعد وما اتعملش يبقى اكيد كذاب، فالموضوع مش صعب. طبعا الكلام ده هنا ينطبق بالاكثر على مين بقى؟ على ضد المسيح اللي هيجي في اخر الايام، لان ده هيجي يقول انا المسيح، هيجي يقول كده وهيملك اليهود على العالم وهيضطهد كل اتباع يسوع المسيح له كل المجد الاله الحقيقي، هيضطهد كل المسيحيين ويعزمهم، وبعدين هيعمل ايات وعجائب بقوه الشيطان، بس هيقول كلام عكس اللي قاله ربنا. وبالتالي لو اي واحد ايمانه مستقيم وعارف الانجيل بيقول ايه، من اول كلمه هيقول ده كذاب. ثانيا المسيح وفر علينا موضوع حكايه مجيئه، قال لنا اي واحد يمشي على رجليه يقول انا المسيح يبقى كذاب. ليه؟ لان ربنا يسوع المسيح، المسيح الحقيقي الاله الحقيقي، مش هيجي على الارض تاني، هيجي على السحاب. فلما اليهود يقولوا اتولد عندنا خلاص المسيح والملك ده مش عارف ايه، وحتى لو مسك العالم كله في ايديه كذاب. ليه؟ المسيح ما وعدش انه هيجي يمشي على الارض تاني. ربنا يسوع بتاعنا سهل قوي الحكايه، احنا ما نعرفش نقابله على الارض تاني، هو احنا مستنينه جاي على السحاب. فاصبح ما فيش مجال في الخطا هنا. في ناس بتقول طب بس انا خايف اتلخبط. اتلخبط في ايه حبيبي؟ مسيحنا الهنا الحقيقي على وعد يجي على السحاب. فاي حد يجي يمشي على الارض لو عمل معجزات الدنيا كلها وقال انه مسيح برضه كذاب. ما بقتش صعبه الواحد فاهم الانجيل. إن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصير فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخاف منه. مشكلة الناس دول معلمين الكذبة والأنبياء الكذبة في كل العصور، استخدموا سلطات لإرهاب المؤمنين الحقيقيين دايما كده. تقروا مثلا سفر أرميا واضحة جدا، وكل رجال الله عذبوا بسبب معلمين كذبة وأنبياء كذبة. حتى في تاريخ العهد الجديد، في كنيسة العهد الجديد، أبائنا القديسين اللي يشهدوا للإيمان الحقيقي ياما اتنفوا ياما استشهدوا ياما اتضربوا عشان الإيمان المستقيم. بس ما يتخافش منهم. ليه؟ لأن اللي معانا أقوى من اللي علينا. مسيحنا هو الإله الحقيقي، يسمح لنا نتصلب، يسمح لنا نتألم، لكن الإيمان ما يروحش، ما يتهش أبدا، فيفضلوا أولاد ربنا أمناء لكلمة ربنا وأمناء للمسيح الحقيقي. إذن موسى النبي هنا في تثنية 18-18، افتكروها 18-18 بقت سهلة. هو تنبأ بشكل صريح عن المسيح الآتي، وأيضا أعطاه لقب النبي لكي يكون مميزا عن كل نبي هيجي، وحط شرط ان ده بالذات هيبقى الفيصل، هو وسيط العهد الجديد، واللي مش هيسمع كلامه الله يطالبه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.
ناخد آية واحدة. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك. وانتوا فاهمينها دلوقتي فنحفظها، دي تثنية 18-15 وعاد زيها 18. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك. كمان مرة، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك.